قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. هكذا هي المعاصي، تطفئ نور القلب وتطمس البصيرة وتمحق البركة وتحرم التوفيق. المعصية تنادي أختها، والسيئة عقوبتها سيئة مثلها، ومع كثرة المعاصي ينزع الحياء من قلب العاصي. ومع كثرة المعاصي ينزع الحياء من العاصي حتى يجاهر بمعصيته ويجاهر بها أمام الداني والقاصي. في الحديث المتفق عليه يقول حبيبنا وطبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة يا عباد الله أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان يا فلان، عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات ربه يستره عليه، وقد بات ربه يستره، ويصبح يكشف ستر الله عنه. نعوذ بالله من الخذلان. ومن الناس من يجاهر بمعصيته ويرى أنها علامة تقدم وتحضر. قال جل وعلا: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.